تيقوم قم عاوني حتى في حطام الطاولة. قامت بها تركيا مؤخرا. هكا تحب كل شيء نعمله وحدي، نقكمش نوكلك ونجربك. رسمية للاتحاد الاوروبي. مش قلت لك قم عاوني في حطام الطاولة؟ بالاتفاق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. ما معش فلوس. يبدو في يدخل مفسلة. يا سيدي متشنقش. طور ولا يحب العيب. سيدي. في اقصى تعشى معايا ولا ليه؟ صح. متحدث باسم الوزاره ان الطائره التي تقل 7 كم تقرايتكم بعدكم تعشى 10 راكبا وثلاثه من افراد طاقمها اختفت عندما كانت تقوم برحله من اقليم خابروفسك وسط البلاد الى قريه ايانا الواقعه في الشمال، وان الاتصال بها فقد قبل 12 دقيقه من الموعد المقرر لهبوطها. في الرياضة، دارت صباح اليوم مقابلات الدور الثمن النهائي في إطار الدورة الدولية للتنس تنظمها الجامعة التونسية للتنس بمشاركة 32 لاعبا من 19 بلدا، وتأهل مالك الجزيري إلى الدور ربع النهائي بعد أن أزاح الفرنسي مارك باور ويلاقي صباح غد السلوفيني زيلينار. ويذكر أن مالك الجزيري كسب إلى حد الآن 3 نقاط في الترتيب العالمي للأكابر. كنت تطلع من مالي طلبتني؟ قلت لها حاجة عزيزتي. صار ماكش تسمع فيا كلبة أنا ننبحة. رجعت اختصت في القراية. نقول على روحي كلبة ما تقوليش حاشاك. دارت صباح اليوم مقابلات الدور ثمن النهائي في إطار الدورة الدولية للتنس تنظمها الجامعة التونسية. مجاش لبالي الكتاب باش يولي خير مني. كل مرة شغبة جديدة. هي حتى على كرشو. ستي نسيت فيها بالشر. من كمان نحط الطاولة لما هو كلاش طرها.
الله يحبس علينا العقوق. ملك الموت يعطي راحة. أعطيني ملح عزيز تعطيني. الملاحة يظهر لي قدامك. للمشاركة في المسابقة. سعلي مرحبا بك على موجة إذاعة الوطنية. عليه عليه هشمت هادي عليه. وكان لو تسمح منذ البداية علاش ما قلتليش لي أنا حطيت في الفلاك حل عليه هكا هاوك اسمي. وعلاش هنقول لك كان عليه ما تثبتش قبل ما تملع ماكش ترى فيه ليه نقرا ايش بي ايه سيدي يقرا وانا يلزم نوكله تو في عوض اللي تعاوني باش انا نكملو هكا تعطل فيا فيش نعاونك سيدي فيش جاوبني نحي الكتاب وجاوبني شخوت لي عزيزتي ما قلت شيء وماني باش نقول حتى شيء وانا هني ماشي يا سيد باش نرقد يخملي روحنا والكتاب هذا في يدك نزل عليك الكبي توا ولا يقتل بالضحك صار مش الكتاب يضحك فيك تضحك علينا ليه عليه عزيزتي شنو اللي في وجهك يضحك انت والله عدني شرقته هالكتاب مش تتعشى ولا نلم الطاولة شكوت لي عزيزتي ما قلتك شهي نقص شوية من حس السعادة قلقت الحس كيف تعتني بزوجتك؟ صار هذا الكتاب اللي يقرأ فيها ياهو يحب يتعلم مثلها بيا يميل شنوه في الحكاية يضحك ترى ضحكتني فقرة تحكي على مرا وراجل عدوا حياتهم هما غارسين عينيهم في القراية نهارت اللي هزوا روسهم الكتب لقوا روحهم كبروا تعرف كيفاش؟ أطوان لملك الكتب الكل باش هكاك تحط مخك وعينيك فيهم انا ما ترانيش كبرت وراسك يا عيني لو كان نقرا كتب الموند والكل نهارت الهز الراسي نلقاك عسله يزيحش انت يا منت تيحش قلبي ده